الفقرة دي بقى حضرات هنتكلم وهنتعرف أكتر على رياضة التزحلق الفني على الجليد. والمناسبة دي الرياضة اللي بتشارك لأول مرة في معسكر الرياضات الأولمبية الشتوية في كوريا. وكمان لازم نعرفكم إن هم يا جماعة حصلوا على ميداليتين، والأهم كمان من ده كله هو حمل العلم الأولمبي في افتتاح أولمبياد الناشئين الشتوية. عندنا كلام كتير هنتكلم فيه عن هذه اللعبة وعن هذه الرياضة وعن الإنجازات اللي اتحققت فيها وخصوصا في الفترة الأخيرة. منوراني ومشرفاني دكتورة هبة جرجس رئيس الاتحاد المصري للتزحلق الفني على الجليد. يا دكتور صباح الفل على حضرتك، منورة الدنيا. أهلا بحضرتك يا أستاذ كريم، الحمد لله على السلامة. ربنا يخليكي. أنا سمعت إن أنتوا لسه جايين من يومين من كوريا. بالظبط. لسه راجعين أول امبارح. عندنا حاجات كتير عايزين ندردش مع حضرتك عنها، بس أنا يعني من باب الفضول، لأن إحنا وإحنا بندردش قبل ما نرجع لحضراتكم على الهواء عرفت من الدكتورة هبة إن هي تخصصها الأصلي بعيد خالص عن الحدوتة دي، صح كده؟ صح. اللي هو إيه بقى، نعرف الناس؟ أنا معايا دكتوراه في صناعة الدواء من أمريكا. أوكي. طب وإيه بقى اللي حدثك إيه بقى على الملف التاني ده؟ بالظبط. أنا الحقيقة يعني مجالي هو صناعة الدواء طول عمري. أوكي. خريجة صيدلة القاهرة وعملت دكتوراه بعد كده، وبعدين يعني بشتغل كنت في أمريكا في المجال، وبنتي كانت عايزة تعمل الرياضة دي. أوكي. فمن وهي عندها 3 سنين هي ابتدت، هي دلوقتي عندها 18 سنة، هي سبب بداية الاتحاد. كنا بنتفرج على أولمبيات الناشئين في 2016، أولمبيات الشتوية للناشئين. وقالت لي ماما ايه ده، مفيش علم مصر، ازاي اعملي حاجه، اتصرف. انا بقى ايه، جيتوا عاملين اتحاد على طول. لا انا كنتش اعرف بقى اتحاد. تاني يوم على طول انا كلمت الاتحاد الدولي وهو مقره في سويسرا، وسالت فعلا ايه المتطلبات ان مصر تضاف لقائمه الاتحاد الدولي، وسألت إذا يعني متطلبات الملاعب وما إلى ذلك، وإذا كانت مصر فعلا ليها أبليكيشن ولا لا. فقالوا لي لا، وشجعوني وبعتوا لي كل الريكويرمنتس. وبعدين جيت بقى في مصر وقابلت يعني القادة في مجال الرياضة وساعدوني. ابتدينا كلجنة في 2017 تحت مظلة اتحاد الرياضة للجميع. أوكي. بقيادة الدكتور عماد البناني. وبعدين انشانا الاتحاد، والاتحاد انفصل في 2022، وانضمت مصر للاتحاد الدولي في 2022. جميل. هو المشاركات الاولمبيه في الرياضه دي بتبقى اولمبياد شتويه. يس. احنا جميل. رياضه اولمبيه شتويه. أوكي. ليها اتحادها الدولي اللي هو مقره في سويسرا. والاولمبياد الشتويه دي يعني في 15 رياضه شتويه هي اللي بتبقى بتمارس فيها. الفيلدز بتاعتها بتكون مفتوحه ولا ممكن تتلعب اندورز باي شكل من الاشكال؟ لا يعني لان احنا في مصر ما عندناش جليد بطبيعه الحال. بالظبط. بتعملوا ايه بقى في النقطه دي؟ احنا رياضتنا احنا اللي هي التزحلق الفني على الجليد اللي هو رياضه الفيجر سكيتنج بتتلعب اصلا او يعني في البطولات بتبقى في ملعب مغلق في مسطح جليدي يعني ان ايس سيرفيس. وبالمناسبه ايه الفرق بين التزحلق الفني والتزحلق العادي على الجليد؟ بص حضرتك، هو يعني ولا مور اور ليس ذا سيم؟ لا هو حضرتك التزحلق العادي او التزلج اللي هو السكيينج اللي هو بيبقى على الجبال، ده بيبقى اوت دورز او احيانا في اماكن بيبقى عندها المتاح ان يبقى عندها الاندور فاسيلتي يعني. يا بالمساحه دي يعني، بس ما بتبقاش طبعا هي الملعب مش زي البطولات يعني. أكيد. مش زي بالظبط. بس احنا الحقيقه احنا عندنا في مصر ملاعب، بس احنا الملاعب بتاعتنا كلها في صالات تجاريه. طبعا مولات. مولات. وطبعا بالزبط. على سكيل صغير جدا بطبيعه الحال. ده اكيد. فده مش مرضي اكيد بالنسبه لكم. بالظبط. طب هتعملوا خطوه جديده في هذا الاطار؟ لازم. احنا يعني يدا ليد مع معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، وهو متحمس جدا ان هو يعمل فعلا ملعب في مصر. احنا الملعب الاولمبي يعني انا لما اقول تعبير ملعب اولمبي معناها ان مساحته بتبقى ستاندرد 30 متر في 60 متر. زي ده مثلا. أوكي. ده كان معسكر كنا فيه في ايطاليا. وده اللي احنا عايزين نعمله، لان انا يعني املي اللي هو على المدى القريب ان احنا نستضيف بطولات ومعسكرات في مصر. جميل.
طيب تعالي بقى نتعرف من حضرتك على تفاصيل المعسكر اللي انتوا لسه راجعين بالسلامه منه من يومين وكان في كوريا. تمام. الاكسبيرينس دي لو ينفع تلخصيها لنا كده، قعدتوا قد ايه وايه اللي حصل هناك؟ هو كان المعسكر نفسه كان مدته 10 ايام. الهيئة المنظمة للمعسكر هي اسمها بيونغتشانغ ليجاسي فاونديشن، هي هيئة كورية منظمة كورية، يعني هقول انها ممكن تكون تابعة للجنة الأولمبية الدولية، لأن هم عملوها ساعة ما قدموا على الأولمبياد الشتوية 2018 بيونغتشانغ. فدي النسخة 20 من المعسكر، كل سنة بيعزموا دول مختلفة. يعني هم لغايه دلوقتي عزموا 97 دوله، بس احنا مصر اول مره يدعو مصر لهذا المعسكر، لان احنا طبعا جداد في الاتحاد الدولي من 2022 بس. فالدعوه بتيجي عن طريق السفاره واللجنه الاولمبيه، دعوه رسميه جدا يعني، وهم بيدونا يعني اماكن، كان في اماكن للثلاث لاعبين ورئيس بعثه اللي هو كنت انا، وبنقدم وهم بيختاروا. يعني احنا بنحط البروفايلز بتاعه اللاعبين وهم بيختاروا، هياخدوا الثلاثه، هياخدوا ولا واحد، واحد اثنين، ده اختيارهم. فهم اختاروا البعثه كلها، ودي كانت طبعا حاجه جميله جدا. وهم بينظموا كل حاجه، بينظموا الفيزا والسفر وكل حاجه. المعسكر يعني هقول انه شديد جدا وقاسي، يعني التدريب، مستوى التدريب فيه عالي جدا وعدد الساعات كويس، ده شيء مفيد جدا. كانوا بيتدربوا 6 ساعات في اليوم في مجال الرياضه، يعني ساعه ونص بره الايس وساعه ونص على الايس، بعدين بريك، بعدين نعيده تاني، فست ساعات تدريب لرياضتنا اللي هي الفيجر سكيتنج، وبالليل 3 ساعات تدريب في حاجه ليها علاقه بكوريا، يعني بيعلمونا ثقافه الكوريين. فكان ممكن يختاروا تايكوندو. انترستنج الحكايه دي. لطيفه جدا. تايكوندو او كي بوب او الالات الموسيقيه بتاعتهم. اوكي. فهم في انترتينمنت كمان حاضره في الحكايه. بس كان اليوم طويل جدا، بس كان بصراحه تحفه، يعني كان يعني مستوى عالي جدا من النظام والثقافه، واتعلموا كتير جدا، ويعني اختاروا البعض ان هم يكملوا في مجال الكي بوب. واخر يوم في المعسكر كان في عرض، هو برضو كان في بطوله اثناء المعسكر، هي يعني كذا دوله حضروا المعسكر. دول اللي خدتوا فيها ميداليتين؟ دي اللي خدنا احنا فيها ميداليتين. وعملوا يعني في اخر يوم حفل الختام هم عملوا فيه فعلا، سلموا الميداليات. فسلمى السقا حصلت على مركز اول في مستواها، وكاميليا ابو المكارم حصلت على مركز ثالث في مستواها. طبعا دي كانت حاجه يعني تحفه يعني. اكيد. قبل بقى ما احنا نروح المعسكر، كانوا يعني جالي ايميل كده فجاه كده، صحيت قريته، لقيت ان هم اختاروا مصر انها تشيل العلم الاولمبي. الله. في افتتاح الاولمبياد الشتويه للناشئين. واحنا في دردشتنا قبل هو يعني خدت بالي ان دي حاجه حضرتك فخوره بيها جدا ومعتزه بيها جدا. جدا يعني. على قد ما الميداليات هي خير بالظبط. يعني على قد ما الميداليات دي اول ميداليات دوليه لينا كاتحاد، الا ان برضو موضوع العلم ده لمصر بقى كلها، يعني طبعا. ده اول مره في التاريخ مصر تحمل العلم الاولمبي في اي اولمبياد صيفيه او شتويه. دي معلومه مؤكده من اللجنه الاولمبيه المصريه والمتحف المصري الاولمبي. فحاجه بصراحه كانت يعني فخر وحاجه كبيره قوي. طبعا. بتستعدوا لايه الفتره الجايه؟ هل في المزيد من المعسكرات؟ هل في بلان معينه محطوطه؟ يعني طبعا. شغالين على ايه اليومين دول؟ احنا حضرتك يعني انا كلفت من الاتحاد الدولي ان انا اقود الرياضه دي في افريقيا والشرق الاوسط. اوكي. فانا السنه اللي فاتت نظمت معسكر في ايطاليا في الاي اس يو سنتر اوف اكسلنس اللي هو مركز التميز بتاع الاتحاد الدولي في اوروبا. يعني دعيت 5 دول. السنه دي هنروح برضو في ابريل، والدعوه كانت ل7 دول. ده انا بنظمه، فطبعا هيروح فيه عدد لاعبين من مصر وعدد لاعبين من الدول الاخرى. وانا يعني كرئيس اتحادنا المصري انا المنظمه، فده طبعا مفيد جدا للاعبين والمدربين. احنا علشان احنا رياضه جديده في مصر، انا بعتمد على المدربين اللي هو يعني اوريدي متدربين في الخارج. فانا يعني ماي هيد كوتش هو زياد خضر، هو متدرب بره مصر طول عمره. اوكي. في أمريكا وفي الإمارات، بس ممتاز يعني. هيل. يعني بشهادة الاتحاد الدولي، هو مؤسس المصريين اللاعبين تأسيس
رائع، ودي حاجه في رياضتنا مهمه جدا. كم لاعب يتقال عليهم محترفين في الرياضه دي؟ بص حضرتك، هو الاحتراف انا دلوقتي عشان احنا اتحاد حديث، انا هاطلق الاحتراف ده على اللاعبين اللي هم ابتدوا بره مصر مبدئيا. فانا عندي تقريبا يعني 5 أو 6 هم اللي يعني عايشين في الخارج، ودول اللي هم بيتدربوا كل يوم من وهم عندهم 5 سنين مثلا. أوكي. فهم بس لو في دول اي بطولات بيشاركوا فيها بيشاركوا باسم بطولات أي دولة؟ مصر طبعا، دول مصريين طبعا عن جد، بس أوكي. هم عايشين واتدربوا في الخارج. لكن المصريين احنا دلوقتي يعني بالنسبه للتركيز على اللاعبين اللي في مصر، طبعا احنا عندنا مدربين زي ما قلت لحضرتك، كوتش زياد، عندنا مدربة إنجليزية، هم بقى بنأسسهم الصغيرين والكوادر المصرية اللي هي بتتدرب في مصر إن هم مستقبلاً إن هم يوصلوا للمستوى الدولي. على ذكر الصغيرين وعلى ذكر مستقبلاً، تمام، إحنا كده كده بنتكلم على رياضة مش منتشرة قوي، ما هياش من الرياضات الشعبية اللي حتى معروفة لناس كتير خالص. وأكيد أنتوا كاتحاد يهمكم أن أنتوا تستقطبوا عناصر جديدة ويبقى عندكم قاعدة ناشئين زي ما بيحصل في كل الرياضات المختلفة. أكيد. بتعملي حضرتك الكلام ده إزاي في ظل أن أنت موجودة في بلد يمكن طبيعتها وجوها وظروفها مش سامحة بوجود الإمكانيات اللي موجودة في دول تانية فيها خاصية السنو عموما؟ بالظبط، هي طبعا يعني في لازم احنا يعني بنعمل ايفنتس، بنعمل توعيه، يعني حضرتك يعني كانوا عرضوا فيديو للشو مثلا، حضر جمهور وناس كتيره جدا، والناس بتجيلنا يعني حضرتك يعني بليف ات اور نوت، اولياء امور قوي كتير بيجولنا، واولياء امور بيجيبوا اصحابهم واللاعبين بيجيبوا اصحابهم بالظبط بيتنقلوها. بالظبط، يعني احنا علشان احنا عندنا يعني ليميتيشن في الملاعب، احنا عندنا يعني ويتنج ليست طويله جدا لناس كتيره عايزه تيجي تبتدي الرياضه، بس احنا يعني اول ما يبقى بس عندي ملعب اولمبي ان شاء الله قريب جدا هننطلق بقى انطلاقه كبيره. وعندكم يا ترى ليميتيشن في البادجت برضو في الفاندنج ولا ايه الدنيا؟ اكيد، هو لغايه دلوقتي هي رياضه ريليتيفلي مكلفه اكيد جدا. طب. جدا، احنا نعتبر من اكثر الرياضات المكلفه في العالم، وهي رياضه غاليه جدا وراقيه جدا. طب ما ده اوبستكل كبير، هتحلوه ازاي وتتخطوه ازاي؟ بص حضرتك، احنا حاليا لغايه دلوقتي الاتحاد قائم على سيلف فاندنج ودعم ذاتي، كومبليت سيلف فاندنج. اوكي، وده يعني لازم يعتمد برضو على المستوى المادي للاعبين واللاعبات اللي بيلعبوا الرياضه دي. ده صحيح. طب لو انت عندك، احنا بنتكلم في بلد فيها 105 مليون اكيد، وخلي بالك حضرتك انت ست عارفين اكيد المصريين، بس انت حطيهم اون تراك وتفرجي انطلقوا. ففي ممكن يبقى عندنا مواهب كتيره جدا أكيد. ممكن انتوا كاتحاد حتى تتفاجئوا بوجودهم، بس صحيح. هم لا عندهم الامكانيات ولا عندهم الملاعب ولا عندهم النو هاو بتاعت ان هم يدخلوا في التراك بتاعكم. تمام، يعني بص حضرتك، احنا يعني برضو اكيد هيبقى مستقبلا، اكيد يعني اتمنى على المستقبل القريب يعني ان احنا يبقى عندنا رعاة ان هم يرعوا لاعبين وتالنت صغيره وجميع الاعمار اللي هم برضو بيسافروا دلوقتي ويمثلوا مصر دوليا. وده يستدعي ان اضعف الايمان يبقى في نقل دائم للفعاليات اللي انتم بتخوضوها والبطولات اللي بتشاركوا فيها. بالزبط. عشان ما اي سبونسر في الدنيا ما عايز يحط اسمه او السلوجن بتاعه او البراند نيم بتاعه أكيد. على حاجه متشافه اكيد، فلازم تبقوا متشافين كويس. بالظبط، فدي من ضمن البلان اللي حضرتك حطاها الفتره الجايه. انا الحقيقه كان برضو حاجه من الحاجات اللي انا بحاول اسعى فيها مع الاتحاد الدولي، مع رئيس الاتحاد الدولي، ان احنا نبقى نعرض بطولات العالم والبطولات الجونيور جراند بري تتعرض على التلفزيون المصري او تتعرض على التلفزيون ريجنال، بحيث يبقى في الثقافه ان دي رياضه. يعني انا مره مثلا يعني طلعت في قناه من القنوات الريجنال في المنطقه، فطبعا يعني دي حاجه جميله جدا لان كانت مصر لسه داخله الاتحاد الدولي وكان بيرحبوا بينا. يعني اعتقد ان الرياضه بتاعتنا هي رياضه ممتعه للمتفرج جدا جدا. يعني احنا لما عملنا مثلا، هي عباره عن تابلوهات بيتفرجوا عليها. بالظبط، يعني حتى في البطوله، يعني مثلا هنا لما عملت كومبيتيشن في الجونيور جراند بري ومثلت مصر، اختارت اغنيه لام كلثوم. يعني ام كلثوم وتزحلق على الجليد، حلو المود ده جدا جدا. يعني حضرتك تستمتع بيها. يعني احنا لما عملنا الشو اللي اتعرض منه فيديو كليبس، انا بحب جدا ان انا يعني ارتقي بالذوق بتاع الناس في الموسيقى بتاع
تمام، لان رياضتنا لازم يبقى عندهم، والرياضه نفسها دي كمان رياضه راقيه من غير حاجه. بالظبط. فالشو اللي احنا عملناه كان اسمه سكيت انتو ذا موفيز، كان اغاني الافلام. عملنا بقى اغاني افلام التراث بقى القديم. حلو السلوجن نفسه كمان، لطيفه تحفه كان طبعا. كان تحفه، وكم الناس اللي حضرت واستمتعوا وادوا تعليقات، يعني اغنيه الو الو، اغاني فريد الاطرش، دق الشماسي، كان الله. كان تابلوهات كانت تحفه. فانا اتمنى ان احنا مستقبلا، بما ان احنا بنتعرف وقناه حضرتك يعني بتدينا الفرصه النهارده، قناه حضرتك يعني ده قناه المصريين كلها بالظبط يعني في استضافه يعني هو من حسن حظنا طبعا، شرف لينا وسعاده ان حضرتك منورانا النهارده. وفي نفس الوقت اعتقد ان اللقاء زي ده برضو ممكن يبقى مفيد، اكيد احنا بنتكلم على قناه النادي الاهلي، لك ان تتخيلي حجم المشاهده ليها وصل لفين. اكيد اكيد. فزي ما بقول لحضرتك يعني كل الـ الـ الحاجات دي بتساعد في ان احنا بننشر الرياضه، وان الناس تعرف ان في اتحاد موجود واتحاد مشهر ورياضه قائمه وليها بطولات. وبطوله الجمهوريه المفروض برضو ان احنا هنعملها في الكام شهر الجايين، دي برضو حاجه من البطولات اللي احنا بنستعد ليها. بتتواصلوا مع المدارس المختلفه، الجامعات المختلفه، فكره جلب او استقطاب يعني ابطال مستقبليين في الرياضه دي؟ دي في الخطة اللي هي قريبة المدى، بس برضو زي ما بقول لحضرتك لما يبقى عندي ملعب، أنا يعني دي حاجة من الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. وانتوا هاو سون المفروض الموضوع ده يتحقق؟ يعني أتمنى قريب قوي، يعني أتمنى إن احنا أول ما يبقى في موضوع إن يبقى في أرض، احنا يبتدي الموضوع إنه يتبني خلال، أتمنى إن خلال سنة. طبعا دكتور أشرف صبحي في النقطة دي بالظبط. أوكي. طيب برضو عشان نعرف أولياء الأمور والأهالي اللي بيتابعونا، لو حابين ان يعني اولادهم يمارسوا هذه الرياضه، ايه المرحله العمريه اللي لازم يبتدوا منها؟ تمام. هي احنا بنقول ان رياضتنا للناس اللي عايزه تاخدها يعني كومبيتيتيف، انها يعني هتعتبرها زي الجمباز، لازم تبتدي صغير جدا. وبرده بتحتاج تدريب يعني جامد كل أكيد. يوم، وبتحتاج ان انت برضو تعمل باليه، تعمل كونديشننج، فلكسبيليتي، يعني هي مش بس هتبقى اون ذا ايس، لا هتعمل معاها رياضات تانية. فدي حاجة ان هم لازم يبتدوا صغيرين. الحاجة التانية يعني الاتحاد ليه صفحة، لو ما يضايقش حضرتك ان انا اعلن صفحتنا، اسمنا بالانجليزي ايس سكيت ايجيبت، والاتحاد بالعربي اسمه الاتحاد المصري للتزحلق الفني على الجليد. ولينا طبعا الصفحات بتاعتنا على السوشيال ميديا اندر ايس سكيت ايجيبت. عايزة انبه اولياء الامور لحاجة مهمة جدا، ان يعني بما ان احنا رياضه جديده طبعا هيبقى في الناس اللي هي بتقول انها مدربين وهي مش مدربين، فلازم نحترس. يعني مش فاهمها التفصيله يعني ايه؟ الناس اللي هي واحد معلم نفسه وبيقول انه مدرب وحاجات، بيجي لنا ناس. لا يعني بيورد عليكم الناس؟ بيورد علينا ناس، بيجي لنا اولياء امور يقولوا والله احنا كنا مع طب ما ده هيكشف يعني النو تايم المفروض. اكيد. بس فهي طبعا في ناس كتيره بتعرف، بس انا بس يعني احب ان انا انبه انه المدربين المعتمدين هم فقط هم اللي تحت الاتحاد، لان في طبعا اسلوب تعليم خاطئ بيبقى بره، وفي اصابات بتحصل، فمهم جدا ان اولياء بره ده بيعلموهم فين يعني الناس؟ ما في ناس بقى بتعلم نفسها يعني في المولات برضه يعني. في الفيلز الصغيره اللي في المولات مش كده؟ اه طبعا يس يعني اوكي. فاحنا مهم جدا عندي ان المدرب، انا دايما لما انا بحب كل حاجه اعملها up to international standards، يعني على المستوى طبعا. الدولي طبعا. عشان كده الاتحاد الدولي لما شاف اللي احنا بنعمله ادانا الرياده، يعني احنا في وقت قصير جدا حققنا حاجات كتير قوي. كويس قوي. يعني كون ان احنا نبقى اول دوله تعمل معسكر يعني للمنطقه كلها في ايطاليا على حساب الاتحاد الدولي على فكره. فاحنا يعني دي برضو كانت معونه من الاتحاد الدولي، وان احنا اتعزمنا للمعسكر في كوريا، وان احنا شلنا العالم الاولمبي، دي كلها انجازات طبعا. كبيره جدا للاتحاد، لسه حديث ما بقالوش يعني سنتين. فانا يهمني معلش لو الاعداد يعرض الفيديو بتاع حمل العالم الاولمبي. اوكي. عاوز زملاء سامعين حضرتك واكيد هيعملوا ده دلوقتي. انا انت بتقول لنا كمان حضرتك ان شاء الله في شهر ابريل هتروحوا ايطاليا برضو معسكر ثاني. طيب ده على صعيد المعسكرات. طب على صعيد بقى الكومبيتيشن، انتوا اول مشاركه فيها منافسه هتكون امتى؟ الدوره الاولمبياد الشتوي اللي يعني احنا حاليا بنشارك في الجونيور جراند بري، دي برضو منظمه تحت مظله الاتحاد الدولي، اشتركنا مرتين اوريدي، ويعني اثنين لاعبين سلمى وساره ابتدوا برضو يشتركوا السنه دي في المستوى الدولي في بطولات، كنا في المجر في نوفمبر، وهنروح بلغاريا في ابريل برضو.
ومكملين يعني، احنا لازم يبقى لينا اكسبوجر في البطولات الدوليه. اوكي طيب، وبطوله الجمهوريه هنعملها. وانا املي ان انا لما يبقى عندي ملعب اولمبي ان انا استضيف الجونيور جراند بري في مصر. اوكي لا بتهيألي لو عندكم الملعب ده في حاجات كتير قوي هتتغير جدا. انا يعني ده الانطباع اللي انا خدته، انتوا عطلانين على الملعب بالظبط يعني، واقفين على الملعب، غير كده بتهيألي هيبقى زي القطر يعني. انا منطلقه بره مصر يعني. يعني جوه مصر عندنا طبعا هي الليميتيشنز بتاعت الملاعب يعني. اكيد اكيد. بس تحبي تقولي ايه لمين؟ واو. وسؤال عايم قوي، بس يعني تحبي تقولي ايه مثلا لسيد وزير الشباب والرياضه؟ تحبي تقولي ايه للانديه المصريه؟ تحبي تقولي ايه لاولياء الامور والاهالي اللي بيتابعوا فقرتنا دي؟ انا طبعا يعني بشكر حضرتك اولا للاستضافه وللفرصه، ويعني بشكر الوزاره لدعمها الحقيقه في ان احنا نبقى رياضه معترف بيها في مصر كاول رياضه اولمبيه شتويه. نفسي ان فخامه الرئيس يعرف احنا بنعمل ايه. يعني احنا صحيح ما حققناش يعني حاجات كبيره قوي، بس برضو ان احنا موجودين كرياضه اولمبيه شتويه في مصر وعندنا احلام، وان احنا العالم بينظر لينا كمنظمه محترمه جدا دوليا. ومن حسن الحظ الحقيقه، وعلى ذكر السيد رئيس الجمهوريه، ان في اهتمام رئاسي صريح لا تخطئه العين يعني بالرياضه وبالانجازات وبتذليل اي عقبات اي اتحاد رياضي مصري بيواجهها. فدي ممكن تبقى نقطه انطلاق هايله بالنسبه لكم. يا ريت بجد. فاولياء الامور ما تخافوش انكم تنضموا لرياضه اولمبيه شتويه، احنا عارفين احنا بنعمل ايه، احنا منظمين جدا. ممكن شويه من الاهالي يبقوا خايفين على اولادهم الصغيرين من فكره الاصابه. لا، ما هو لو حضرتك مع مدرب عارف بيدرب ازاي خلاص يعني، ما هي اي رياضه فيها اصابه، بس طالما المدرب بس عارف شغله. في اعلى شويه في الحاله دي بتهيألي ولا ايه؟ لا بالعكس، احنا اول حاجه بيعلموها للاعب ازاي يقع وازاي يقوم. اوكي. فاحنا يعني في يعني بيعلموهم ان هم يقعوا بحيث انك ما تتصابش. بس طبعا اكيد يعني زي اي رياضه في اصابات، لكن احنا الوقعات اللي احنا بنتدرب على الجامبس والسبينز وكل الكلام ده يعني بتبقى وقعات متوقعه، دي اللي ما بيبقاش فيها خطوره. الوقعات اللي هي يعني واحد خبط واحد هي دي اللي بتبقى يعني غير متوقعه، هي دي اللي بتؤدي الى اكسيدنتس يعني. لكن يعني بشكر حضرتك. اقول حلمي بقى الاخير. يعني وده عمري ما قلته لحد على فكره، بس اتفضلي. املي ان انا لما يبقى عندي ملعب اولمبي في حفل الافتتاح اتمنى ان يحضر فخامه الرئيس، واتمنى ان احنا نعمل عرض على ومع الفنان العظيم الموسيقار عمر خيرت، يبقى عمر خيرت اون ايس. جميل. يعني تاكدي ان في حال وجود هذا الملعب ان شاء الله. طبعا كما عهدناه دايما السيد الرئيس ما بيتاخرش على النوع ده من الامور الحقيقه، ودايما داعم للرياضات المصريه كلها، واحنا كمان كقناه النادي الاهلي اكيد هنكون داعمين لحضرتك وللاتحاد. بشكرك جدا. لكم يعني اول ذا بيست ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. وانا اللي سعيد وانا اللي بتشرف بوجود حضرتك معانا. انا اتشرفت جدا. ميرسي لحضرتك. اللي جاي كله ان شاء الله. وعايز اشكر بنتي صوفيا ان هي اللي ابتدت لنا يعني، هي اللي والحقيقه الدوله المصريه هي اللي كامله لازم تشكرها، لو هي كانت النواه الاولى لتاسيس الاتحاد ده. تحياتنا ليها، اكيد بتابع فقرتنا. بشكر حضرتك جدا. ميرسي يا فندم. انا اللي بشكر حضرتك، واستاذنكم هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل.